المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم وإلى نشرة الأخبار والتي نبدأها بالعناوين. رئيس مجلس الوزراء يؤكد رعايته لمشروع إعادة إعمار حزام الصمغ العربي. النائب العام يترأس اجتماعا لمناقشة تأمين المسيرات الاحتفالية بذكرى ثورة 19 ديسمبر المجيدة. وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي تشيد بدور الجمارك في دعم الاقتصاد الوطني. مرحبا بكم إلى تفاصيل الأخبار من فضائية الخرطوم. وجه رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بتكوين لجنة فنية لدراسة ومعالجة قضايا الأطباء ونواب الاختصاصيين. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه وزير الصحة الاتحادي دكتور أسامة أحمد عبد الرحيم وبروفيسور محمد المكي أحمد عبد الله رئيس المجلس القومي للتخصصات الطبية، وذلك بحضور عدد من لجنة تسيير اتحاد الأطباء. وناقش اللقاء كيفية وضع خارطة طريق لتجاوز أزمة نواب الاختصاصيين المتعلقة بتنفيذ مطالبهم ووضع الحلول الممكنة والعاجلة التي تسهم في معالجة كل القضايا التي تخص الأطباء. ناقشنا في كل الوجهات بتاعة المشكلة، وتكونت لجنة إن شاء الله يعني إحنا في غضون الأيام القليلة القادمة نستطيع أن نصل إلى حلول. حيكون معرضنا معنا ممثلين للإخوة النواب الأخصائيين، وحاجة تفهم يعني المشاكل بتاعت النواب، وأبدأ كثير من يعني النقاط اللي أفتكر إن شاء الله نقدر نوصل لحلول قريبة إن شاء الله. أمننا على إنه فعلا في قضية وفي مشكلة كبيرة جدا، وكلنا حنعمل مع بعض لحلها، ووجه بتكوين لجنة فنية لدراسة ومعالجة كل قضايا النواب وقضايا الأطباء. ونحن استبشرنا بهذه اللجنة التي يعني تكمل عملها في خلال 5 أيام. وجه سعادة رئيس الوزراء بتكوين لجنة مشتركة من كافة الجهات المعنية على أساس أنه نصل لحل، ويعني نحن كمجلس قومي للتدريب منطبين طبعا التدريب الكادر الطبي، ومن ناحيتنا نحن بنحاول as much as possible نحن نقلل برضو الصعاب ونحاول نحل الإشكالات معاهم ونصل لحل لأبنائنا في القطاع الطبي. وإن شاء الله اللجنة حتصل لقراراتها سريع جدا خلال الأيام القادمة، ونتمنى كل التوفيق وكل النجاح وكل الصحة والعافية لشعبنا الأبيض. شكرا لكم. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك رعايته لمشروع إعادة إعمار حزام الصمغ العربي باعتباره من المشاريع الوطنية الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني بالبلاد. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه ولاية شمال كردفان خالد مصطفى، والذي أوضح أنه أطلع رئيس مجلس الوزراء على تقرير أداء الولاية في الفترة من يونيو حتى نوفمبر في المناحي الأمنية والصحية والإدارية وقضايا الشباب والمرأة والطفل وكل ما يهم إنسان الولاية في تحسين الوضع المعيشي. وأشار إلى أن اللقاء تطرق لقيام المؤتمر المشترك بين المركز والولاية حول مشروع إعادة حزام الصمغ العربي وإعادته إلى سيرته الأولى بالولاية، موضحا أن اللقاء أمن على جهود الولاية في المحافظة على النسيج الاجتماعي وضرورة العمل على استقرار الخدمات المقدمة لإنسان الولاية. توقفنا كثيرا في الزراعة، وخاصة في مشروع اللي هو إعادة حزام الصمغ العربي لعهده الأول، وإن شاء الله في مذكرة حتعد وتسلم للسيد رئيس الوزراء لهذا القرض، وهنالك إن شاء الله حنعمل ورشة أو مؤتمر مشترك بين حكومة شمال كردفان والحكومة هنا في المركز للإعداد لتنفيذ هذا المشروع الذي يعود يعني بالنفع الاقتصاد الكبير للولاية وللسودان عموما. طلع أيضا يعني طلعنا السيد رئيس الوزراء على الوضع الأمني والوضع الاقتصادي والصحي والتعليمي، وأطلعناه أيضا على الوضع السياسي،
وكمان لا يفوتنا يعني نهني الجميع ب نحن نستشرف ذكرى استقلال السودان. نقول التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك وفد إمارة أنشو بولاية جنوب كردفان برئاسة علي حمدين فضل، والذي أوضح أن اللقاء تناول وضط طريق لقبيلة الأنشو وتخطط لإعادة الأمان للمنطقة، خاصة وأن الإدارة الأهلية لها دور كبير ومؤثر في دعم التعايش السلمي بمناطق الأنشو. وأوضح أن إمارة لها تواصل بمختلف المحليات لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أنهم واجهوا كثيرا من المتاعب من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي الذي يمثل الأنشو على مر الزمان، مبينا بأن الإمارة تسعى الآن لتوفير البيئة السليمة للعودة الطوعية. وأضاف حمدين أن المواطن هنالك واجه أشكاليات كبيرة وظروف بالغة التعقيد بسبب الحروب التي تسببت في نزوح المواطنين، لذلك لابد من وجود خارطة طريق علمية مدروسة لمواكبة المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن قبيلة الأنشو تدعو للتعايش السلمي في البلاد بصورة مباشرة. نحن والآن نحن نستشرق السلام، وإن شاء الله السلام قادم. عشان يبقى السلام موجود محتاج مننا لأنه نحن أن تتضافر الجهود الرسميين والشعبيين، ونحن بنمثل الإدارة الأهلية نحن حجر زاوية للسلام والاستقرار. جئنا لنتفاكر كيف الناس يرتبوا للسلام وكيف يرتبوا للأمن والسلام والاستقرار القادم إن شاء الله. وبعد ذلك نحن عندنا كتار من الناس اللي أخرجهم الحرب وتوزعوا في مدن السودان، وجئنا برضو نلتقي بأهلنا الموجودين هنا بأنه كيف يحصل العودة الطوعية والهجرة العكسية من المدن إلى الولاية، حتى يبقوا أنه منتجين يرجعوا لعزتهم ولكرامتهم، يبقوا ناس مساهمين لأنفسهم وللسودان كله، ولاية واعدة، ولاية فيها خيرات. فقد الحرب هو الذي أخرجنا، ونحن متأكدين أنه إذا عدنا واستقرينا سنعيد عزة السودان كلنا، كل منا في زاويته في دائرته بالمساهمة حتى يتحقق السلام والأمن والاستقرار والرفاهية للسودان إن شاء الله. ترأس النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر اجتماعا ضم وزير الداخلية، وزير الحكم المحلي، ووالي الخرطوم، وعدد من قيادات الشرطة بإداراتها المختلفة، وذلك للتفاكر حول تأمين المسيرات الاحتفالية بذكرى ثورة 19 ديسمبر المجيدة. وأمن الاجتماع على حق التظاهر السلمي ومشروعية المواكب السلمية والحقوق التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ووردت بشكل مفصل في وثيقة الحقوق الأساسية التزام الدولة بحماية المواكب السلمية. وأمن الاجتماع على مشروعية تلك المواكب وعلى عدم استخدام القوة المفرطة، وكذلك على الخطة التفصيلية لتأمين مليونية 19 ديسمبر. وأصدر النائب العام ضوابط تم تعميمها إلى جميع النيابات، اشتملت على مصاحبة وكلاء النيابة قوة من الشرطة الأمنية بقيادة ضابط بغرض التأمين، بالإضافة إلى التنسيق مع لجان الميدان لمشاركة عناصر منهم في عملية الترتيب مع النيابة العامة، وتكليف قوة من مباحث ولاية الخرطوم والشرطة الأمنية بولاية الخرطوم للانتشار داخل التجمعات ورصد أي خطر أو تفلتات تهدد السلامة العامة، والتأكد من تأمين وتفتيش أسطح المباني العالية المطلة على نقاط التجمعات السلمية. فاصل قصير وبعده نواصل الأخبار من فضائية الخرطوم. بكم. أشاد رئيس حركة العدل والمساواة دكتور جبريل إبراهيم بدور الإدارة الأهلية في رتق النسيج الاجتماعي وتحقيق التعايش السلمي وإرساء دعائم السلام. وقال جبريل لدى لقائه أمير إمارة البديات بعموم السودان الأمير عثمان عراقي أبو عشة ووفد الإمارة، قال إن سلام جوبا
عالج جذور المشكلة السودانية وهو سلام لكل أهل السودان، وأن تطبيقه وإنزاله لأرض الواقع مسؤولية كل أهل السودان، داعيا الإدارة الأهلية إلى بذل المزيد من الجهود حتى يتحقق في كل ربوع السودان. من جهته أكد أمير إمارة البديات دعمهم ومساندتهم للجبهة الثورية حتى يتحقق السلام وينعكس على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع البلاد. رفقة السيد أمير عموم البديات بالسودان الأمير عثمان عراقي من ابن أبو عشا بغرض الالتقاء بالسيد رئيس حركة العدل والمساواة دكتور جبريل إبراهيم محمد للترحيب به وتهنئته بالسلام ولوقوع ولإعلان في وقوف إمارة البديات قيادة وقاعدة خلف اتفاقية جوبا للسلام. هذه الاتفاقية التي لبت وخاطبت جذور المشكلة السودانية منذ الاستقلال، وهذه الاتفاقية يرى فيها كثير من الناس صورتهم فيها، والإمارة بحضورها إلى هذا المكان تبارك هذه الاتفاقية وتعلن بأنها على استعداد بكل قياداتها أعيانها شبابها طلابها موظفيها بأنهم بإذن الله تعالى يدا واحدة مع من وقعوا هذه الاتفاقية الفريدة في صياغتها للوصول بالسلام إلى بر الأمان. أعلن تحالف تنمية الكنابي والقرى بالسودان في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالخرطوم عن توحيد كافة الأجسام المطلبية للكنابي بالسودان تحت شعار معا لتنمية الكنابي والقرى بالسودان. وأوضح عضو الهيئة المركزية لتحالف تنمية الكنابي بمحمد آدم محمدين أن التحالف يسعى إلى توحيد أهداف كل الأجسام التي تعمل على أرض الواقع خدمة للقضايا والمعوقات التي تواجههم، فيما أكد عز الدين آدم عبد الله محمد نائب الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي عمل التحالف من أجل إرضاء تطلعات أهلهم. إلى ذلك أكد المتحدثون في المؤتمر الصحفي رفضهم تسييس قضية الكنابي، مؤكدين أنها قضية مطلبية إنسانية تأخذ شرعيتها من الدستور. كل الأجسام مع بعض حتى أن تكون وجهة واحدة في التصدي لكل العقبات التي يعني تجابه أهل الكنابي وتقديمها للمسؤولين أو الجهات الخدمية للمساعدة حتى يسهل ذلك، ألا تكون أجسام متفرغة وأجسام متشتتة، وذلك حتى إذا جاتنا جهات تريد أن تساعدنا سواء كان من الحكومة الانتقالية أو غيرها أو أي جهة مساعدة، عشان ما تلقى يعني الأجسام دي هي متفرغة ومتشتتة، الإنسان يتعامل مع منومة معروف. ولذلك نحن الآن اليوم نريد أن نوحد جميع الأجسام المطلبية كلها نتيجة لضرورة وحدة أبناء الكنابي وأن هذه الأجسام التي توحدت أو تحالفت هي أجسام بتعمل على أرض الواقع وهي أجسام موجودة بتعمل في إطار الكنابي في مختلف الولايات بمكاتبها المختلفة. ونتيجة لاختصار الطريق كأبناء كنابي لتوحيد أهدافهم ولتوحيد مشاكلهم واستخلاص مشاكلهم وتقديمها لجهات ذات الصلة، تناقشوا أبناء الكنابي بأجسامها المختلفة وتم إعلان هذه التحالف يحوي جميع المكونات التي تعمل في إطار الكنابي، منظمات مجتمع مدني وجمعيات خيرية وأجسام مطلبية. امتدح والي جنوب كردفان حامد البشير إبراهيم شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ومجاهدات مكونات الشعب السوداني في صناعة التغيير. واستعرض الوالي خلال حديثه في لقاء تنويري جامع مع قيادات الإدارة الأهلية وقوى الحرية والتغيير بحضور اللجنة الأمنية، استعرض جملة من البشريات لإنسان الولاية في مجالات خدمات الصحة والتعليم ومعاش الناس والبنى التحتية ضمن خطة الحكومة في المرحلة المقبلة. وكشف حامد البشير عن تحديات تواجه حكومته في مقدمتها تحقيق العدالة وحسم ظاهرة التفلتات الأمنية وإكمال خطوات السلام، فيما شدد المتحدثون في اللقاء على ضرورة بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون
وإحكام الرقابة على السلع الاستراتيجية ومحاكمة المفسدين من منسوبي النظام البائد بالولاية. الآن نعمل مع بعض الخبراء لإنشاء أسواق محاصيل وبورصات في الولاية لتنشيط الحركة الاقتصادية، إيمانا منا بأنها ستدعم المزارع الذي يقل عائده في عدم وجود مثل هذه الأسواق والبورصات. التحديات التي تواجهنا كبيرة في الولاية، لكن إدراك المشكلة وفهمها هو نصف الحل. ما زلنا نعاني من عدم انسجام في النسيج الاجتماعي، وما زلنا نعاني من العنف المجتمعي، وتفشي الجريمة ما زال مؤرقا لنا جميعا. ما زال أيضا يؤرقنا عدم وجود مشاريع فاعلة تستجيب لحاجيات الشباب، وما زالت تواجهنا تحديات التضخم وأثره السالب على حياة الناس ومعاشهم. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن انطلاق حملة توزيع الناموسيات المشبعة طويلة الأجل بالولاية يوم 31 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر تحت شعار القضاء على الملاريا يبدأ باستخدام الناموسيات المشبعة. وكشف مدير الإدارة العامة للطب الوقائي المكلف عبد الله بخيت ترتيبات لتوزيع 980,000 ناموسية مشبعة للمناطق الأكثر هشاشة والمناطق الموازية للنيل والمتأثرة بالسيول والفيضانات، مشيرا إلى أن ولاية الخرطوم كانت خارجة عن استراتيجية توزيع الناموسيات لخلوها من الملاريا في السابق. وناشد عبد الله المواطنين ولجان المقاومة ولجان الخدمات والمنسقيات بالمحليات السبع بالتعاون مع فرق الحملة المكونة ليتم تغطية جميع المناطق المستهدفة في الوقت المحدد، منوها إلى أن مرض الملاريا من الأمراض الخطيرة وتتسبب في ضرر سواء كان بالإصابة بالمرض أو بالتعطيل عن العمل أو الوفاة. نحن بصدد تنفيذ حملة كبرى لتوزيع الناموسيات المشبعة طويلة الأجل بالمناطق الطرفية بالولاية، وتقريبا يعني مستهدفين نوزع حوالي يعني ما يقارب 1,000,000 ناموسية، 980 ناموسية وأكثر على الأسر بالمناطق الأكثر هشاشة في ولاية الخرطوم، وكذلك المناطق المحاذية للنيل والمناطق المتأثرة بالسيول والفيضانات في الفترة الأخيرة. الحملة دي هي أساسا بتستهدف ما كل ولايات السودان، بتستهدف جزء من ولايات السودان، وفي ولايات السودان المناطق الخطرة بتتحدد طبعا حسب فكرة كتيرية معينة بتتحدد بها المنطقة الخطرة. عندنا في ضمن الولايات يمكن شايفين الستيكر وراهم ما كل الولايات، لكن احنا من ضمن الولايات في ولاية الخرطوم، وحتى في ولاية الخرطوم يمكن أول مرة نستهدف المناطق باعتبار انه دائما بيتم توزيع الناموسيات في المناطق اللي هي الريفيه وكذا، فاول مره تدخل استراتيجيه في ولايه الخرطوم باستخدام الناموسيات المشبعه. وده ليه؟ لانه في الفتره الفاتت كان في ارتفاع كبير لحالات الملاريا. وقعت قناه الخرطوم الفضائيه مع نادي المريخ الرياضي على عقد نقل مباراة المريخ وأنيمبا النيجيري والتي ستجرى عصر يوم 23 من الشهر الجاري باستاد الهلال، حيث وقع النادي المريخ الأستاذ حسن يوسف المدير المفوض من قبل النادي ومن قناة الخرطوم مديرها العام الأستاذ ياسر عوض بحضور عضو النادي وأمين المال بنادي المريخ والمستشار القانوني وعدد من أعضاء النادي، إلى جانب مدير الإدارة العامة للإنتاج التجاري بقناة الخرطوم باشر فضل ومدير الشؤون المالية بالقناة. ويتضمن عقد التوقيع نقل المباراة حصريا لقناة الخرطوم الفضائية وحصر حق الإعلانات والتسويق، إلى جانب حضور قناة الخرطوم الاجتماع التقليدي للمباراة، فيما أعلن خلال مراسم التوقيع عن جهود جارية مع السفارة النيجيرية بالخرطوم لرفع إشارة بث المباراة في نيجيريا مقابل نقل مباراة الرد من هناك
لتمكين جمهور نادي المريخ خاصة وجمهور الكرة بالبلاد عامة من متابعة المباراة. وأكد الأستاذ ياسر عوض مدير الهيئة حرص القناة على نقل المباراة خدمة لجمهور الكرة، وتأكيدا على دور الهيئة في دفع العمل الرياضي بالبلاد باعتباره من ممسكات الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة لإرضاء أذواق جميع جمهور المشاهدين. يذكر أن تردد فضائية الخرطوم على القمر نايلسات رأسي 12688 وعلى 30000. من فضائية الخرطوم قدمنا لكم نشرة الأخبار، وختاما لها هذه قراءة ثانية لعناوين الأخبار. رئيس مجلس الوزراء يؤكد رعايته لمشروع إعادة إعمار حزام الصمغ العربي. النائب العام يترأس اجتماع لمناقشة تأمين المسيرات الاحتفالية بذكرى ثورة ديسمبر 19 من ديسمبر المجيدة. وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي تشيد بدور الجمارك في دعم الاقتصاد الوطني. من فضائية الخرطوم قدمنا لكم نشرة الأخبار، تحية لكم مني ومن الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.